في إطار مسابقة الابتكار الحكومي فكرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء، تأهلت 12 فكرة للمرحلة المقبلة من المسابقة، والتي سيتم فيها عرض الأفكار على لجنة من الوزراء ليتم اختيار المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تقييم المقترحات الأربعين من قبل 4 لجان من ذوي الشأن والاختصاص على مدى اليومين الماضيين. 40 فكرة، أو فلنقل 40 إبداعا حكوميا من أصل مئات المشاركات، جاءت في إطار التنوع والتجدد، تلاقحت الرؤى فيها وانبرت لها الرعاية الكريمة من قبل سمو ولي العهد، وذلك من أجل ضمان الجودة المثلى بما يخدم الرؤية الاقتصادية 2030 وبما يتواكب مع برنامج الحكومة. الحكومة الرشيدة تبنت هذه المبادرة لجلب الأفكار الإبداعية اللي تحفز الموظف الحكومي أنه يقوم بالتفكير وانتقاء برامج جديدة ممكن أنها تطور العمل الحكومي. في الكثير اليوم انعرضت الكثير من الأفكار، ما شاء الله يعني كل واحدة ما شاء الله أحسن من الثانية، فإن شاء الله يعني الجميع الأربعين يصبون إن شاء الله في مصلحة عمل الحكومة. دخلت برنامج فكرة كأحد المتسابقين في هذا البرنامج، وأنا ضمن فريق دشينا كفريق مع بعض، وأضافت لنا ذي البرنامج من الناحية العملية أكثر من أي شيء، إن إحنا قمنا نشوف الدراسات المماثلة حول العالم من أجل تقدم مملكة البحرين في عملها وفي العمل الحكومي. هذه فرصة جدا مميزة أن تفتح الأبواب لجميع موظفين الحكومة أن يقدمون أفكارهم، واستفدنا الكثير من هذه المسابقة، شلون نعرض أفكارنا في مدة ما تتعدى 3 دقائق، وإن شاء الله تكون نتائج زينة. وفي إطار هذا البرنامج المتواصل على فترات، اختيرت 40 فكرة، ومن بعد المناقشة والعرض أمام لجنة التحكيم تم اختيار 12 فكرة تأهلت للمرحلة القادمة. قدمت اليوم فكرة National Intelligent Address and Location System. المشروع يحتوي بنظام ربط بيانات المكانية والمحلية للعناوين في مملكة البحرين، وتطوير نظام العناوين ان العنوان في البحرين يكون مربوط بكل المابينج تولز مثل جوجل وغارمن، ايضا ان قائمه البيانات مال الحكومه تكون متوفره حق معلومات مكانيه حق العقارات، مثلا اذا تسوي سيرش او تسوي سكان على الكيو ار كود تبع المحل يطلع لك شنو المساحه المكان، شنو ممكن تنشأ في هذا المكان حسب الاشتراطات الدولية. فكرتنا عبارة عن اقتراح باستحداث نظام مركزي للمعلومات الخاصة بالمشاريع الحكومية، طبعا باستخدام برنامج Building Information Modeling. هذه بزيد التعاون بين الجهات الحكومية عشان تنتهي المشاريع في الوقت المحدد وبالتكلفة المحددة. فكرتي هي إجازة الأبوة، نبي نعطي الرجل 7 أيام تقويمية أو اللي هي 7 calendar days إجازة لما يجيله مولود جديد. الهدف من هذه الإجازة أن تعطي وقت مخصص مدفوع الأجر للرجل أنه يقضي مع زوجته اللي تعبت وقامت بالسلامة وهي مولوده الجديد. هذا الشيء هو يحفز أن الريال يأخذ دوره الحقيقي في الأسرة. لجنة من الخبراء والمختصين تراقب وتناقش وتحتضن هذه الأفكار لاختيار المشاريع النهائية بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء في تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع حقيقية تلامس الواقع. تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار واستثمارها في رفع كفاءة العمل الحكومي هي الفكرة من فكرة، والتي يتم من خلالها تحويل التحديات إلى فرص تتسم بالاستدامة والتنافسية والعدالة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.